عجبني جدا الربط اللي قاله سيد سفير، انه في النهايه لا سلام بسلاح، لا سلام بعنف، وانه الموضوع حتى يعني انا هرجع للمؤتمر الصحفي، هرجع ليه شرح كده، المؤتمر الصحفي للسيد السكرتير عام الامم المتحده وسيد وزير الخارجيه. بتشوفوا السكرتير عام الامم المتحده لما بدا بيتكلم على وصف بلدك كمشاهد، اللي انت بتشوفني او بتشوف القنوات المصريه، شوف امين عام الامم او سكرتير عام الامم المتحده او امين عام الامم المتحده وهو بيتكلم وبيقول لحضرتك بلدك وممارستها، بلدك ودورها، بلدك وتاثيرها، بلدك وعلاقتها بالسلام. يعني معلش نرجع مره واثنين وثلاثه، هذا البلد، هذا البلد الامن المستقر بعنايه ربنا سبحانه وتعالى، اللي كان ممكن من 2011 لحد النهاردة كان ممكن جزء كبير جدا من هذا البلد بقى عنف، جزء كبير جدا من هذا البلد داخل. لكن لو تستحدي عندكم يا شباب هتوالي تصريح السيد أنتونيو جوتيريش اللي هو أمين عام الأمم المتحدة. جوتيريش بيقول لحضرتك أربع خمس جمل من جانب الأمين العام للأمم المتحدة: بلدك بلد سلام، بلدك مفتاح السلام. نسمعها كده ونشوف المتلازمة اللي ما بين دولتك والسلام. نسمع اللي قاله أو, 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 أو نصغى إلى اللي قاله أمين عام الأمم المتحدة، نسمعه دلوقتي ونشوف الدنيا. ندعو أن يكون هناك جهدا مستمرا وذلك لتوصيل المعونات الإنسانية من شعب غزة، وعلينا أن نتأكد أن هذه المعونة تدخل بأمان ويتم توزيعها أنا على أرض مصر، وذلك لكي أقوم برعاية توزيع الخدمات الإنسانية والمعونة الإنسانية على للفلسطين. إن معبر غزة وإن مطار العريش هما القناتان الأساسيتين لحياة من يعيشون في القطاع، وإن مصر تثبت لنا للمرار وتكرار أنها هي عماد السلام وهي المسؤولة بل وهي الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف. وكلما زادت الحروب أو امتدت فترة الحرب كلما زادت العنف وزادت الخسائر الإنسانية. إن وقف إطلاق النار هو جزء لا يتجزأ وأساسي وذلك للأعمال الإنسانية، وأنا سوف نقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من الآن وبداية من مصر. ولا يجب أن ننسى أننا نحتاج إلى وصول إلى الحل الدائم والعادل، وكما أشير من قبل لا يمكن الوصول إلى حل وذلك دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل تتمتع كل دولة وذلك بالأمن والأمان داخل حدودها وذلك إعمالا للمواثيق ده كلام في منتهى الأهمية، ويعيد القضية لوضعها الطبيعي إنه فلسطين دولة فلسطينية حدود 67 خلاص كله بيتكلم على هذا الأساس بعد الخضة بتاعت 7 أكتوبر والدفعة الكبيرة جدا والمتحيزة جدا للعدوان الإسرائيلي. احنا كله دلوقتي بيرجع للوضع الطبيعي، بيرجع لحدود 67، بيرجع للقدس الشرقية والقدس الغربية، دي قدس شرقية ودي قدس غربية، بيرجع للإطار اللي احنا 2-4-2 ومجلس الأمن والقضايا اللي كانت شغالة، وحتى اتفاقية أوسلو كانت في الإطار ده أيام إسحاق رابين وأيام ياسر عرفات. الحاجات دي كلها هي في الأساس صلب القضية. مفيش سلام لإسرائيل إلا بإقامة دولة فلسطينية. لو حتى استخدمت النووي، وربنا لو استخدمت النووي
لو أبادت فلسطين تماما مفيش سلام ليك. هي أقامت دولة فلسطينية. بالتالي أنت بتيجي منين؟ أنت بتيجي منين؟ مفتاح السلام عندك في المنطقة منين؟ زي ما قال السيد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، من مصر. وبرضو عندك جزء من السلام لو قاعدة اتفاقية سلام الأردن، وده بينعكس برضو في الاجتماع اللي حصل النهاردة الصبح ما بين سيادة الرئيس والملك عبد الله. احنا ما بنخترعش عجلة، احنا بندور العجلة، لان العجلة لازم تمشي، عجلة سلام، عجلة طمأنينة، عجلة استقرار المنطقة. زي ما قال السفير محمد حجازي، هو ليه أمريكا مش عايزة تهدد الدنيا؟ ما هي بقى سلاح لازم تبيع، لازم، شايفة ان العالم العربي محتاج لها. فدي من ضمن القضايا اللي قضية فلسطين، من ضمن القضايا اللي لازم تظل مشتعلة. النهاردة ايه اللي يخلي بايدن يجي 24، ما كملش 24 ساعة، ما كملش 24 ساعة، هم 12 ساعة ولا 14 ساعة اللي جاهم حضر، عمل دعم لنتنياهو وعمل دعم للحكومة الإسرائيلية ورجع تاني بالليل، لبس الترنج ورجع. عمل ايه للموضوع؟ ما عملش، لانه هو في النهايه هو داخل انتخابات قادمه وفي مشاكل كتير بالنسبه له. عايز اللوبي اليهودي او اللوبي الصهيوني اللي موجود جوه لازم يدعمه، والانتخابات دي بالنسبه له دي يعني هو بيحب كده، او الديمقراطيين والجمهوريين بيحبوا كده، ان اللي يمسك دوره ينجح في الدوره الثانيه. هو بقى له دوره 4 سنين، عايز يمسك 4 سنين الثانيه. جاي وزير خارجيه، جاي قعد فتره كبيره ما نجحش، قعد اسبوع وعشر ايام ورجع تاني. الموضوع كله هو سلام. ايه اللي يخلي مصر تدعو الى قمة سلام؟ وايه اللي يخليها تدعو في الوقت ده الى قمة سلام؟ ما هو الوضع الحالي ما حدش عايز يتحرك. الوضع الحالي كله داير في عنف. لازم مرحلة تهدئة. انا ما يجي لي هنا النهاردة 30 زعيم ولا اكتر او اقل، ويجي لي ناس بتتكلم في ويوم نتكلم او يوم ونص او يومين، ويطلع ما يسمى وثيقه سلام من مصر لزعماء حضروا. هذا امر على الاقل بيحلحل الدنيا شويه، على الاقل بيحلحل الدنيا شويه. انت من شويه بتتكلم الاسرائيليين بيتكلموا احنا لا، ده المساعدات هتخش وهنضرب برضه. مش هيضرب المساعدات، بس هو بيقول هنضرب. هو تهديد، هو عايش في بحور دم، هو شكله عنف. هي دولة قائمة على العنف، بس مصر مش قائمة على العنف. مصر تنبذ العنف، الدول العربية غالبيتها تنبذ العنف، الأردن تنبذ العنف. ولذلك عملت معاك اتفاقية سلام ليه في الأول والآخر؟ فأنا بتكلم على مصر 48 56 67 73 73 مرحلة كبيرة جدا من مراحل ان انت خدت نفسك، وجاء قائد عظيم زي انور السادات ربنا يرحمه رحمة واسعة. ايه يا جدعان؟ سارة بدر بنتنا واختنا بتمثل منتدى شباب العالم من امام معبر رفح، بتوجه رسالة ادانة لما يحدث ومنع وصول المؤن والمساعدات والأغذية والأدوية إلى 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 غزة. نسمع بنتنا بتقول إيه ونرجع لحضرتكم. Today on behalf of the World Youth Forum, as we stand in front of the Rafah crossing, we raise our voices to condemn the bombardment of people in Gaza. As we mourn the loss of innocent lives and we are saddened by the violence that has taken a toll on this region. It is also with great concern that we address the recent attack on the Baptist Hospital. Targeting such a vital healthcare facility not only violates international humanitarian law, but it also deprives the people of Gaza from very essential and much needed medical and healthcare facilities. In this desperate time of need and crisis, the people in Gaza are desperately awaiting the humanitarian assistance at the Rafah crossing. To reach them, I urge the international community to facilitate and allow the access of all of the needed food, water, and medical healthcare essential needs and services to allow and to facilitate the assistance of our people in Gaza.
On behalf of the World Youth Forum and youth from all around the world who support peace, we support President Abdel Fattah el-Sisi in his call and urge him and authorize him to urge the international community to do what is necessary to uphold the principles of human rights, especially the first human right, which is the basic right to life. The world must stand together to ensure the dignity and protection of every individual, regardless of their nationality. We call for an immediate ceasefire. Let us unite together as an international community. The world deserves a future where we stand for humanity.